جاتو يا ماما جاتو. وقفتها وقفت مع اليمين ومسكتها للأدوات وتقطعها للحمة بتاعت محترفين. تشوفها تقول بلوجر، ولكن تشوف اللي بتعمله تبصم بالعشرة إن المهنة دي معمولة علشانها وما بقتش للرجالة فقط. لما بنقول بائعة لحوم أو صاحبة محل الحوم بيجي في دماغنا شكل معين كده، وبتتكلم بطريقة معينة برضو، وليهم شخصية وشكل ولبس معينين. لكن كبدة أظهر بائعة لحوم في مصر غيرت الصورة اللي واخدينها عن بائعين اللحوم. فيا ترى إيه حكاية إسلام حسن الشهيرة بلومة، وإيه سر شهرتها؟ إزاي بقت أشهر بائعات اللحوم؟ مش هتصدق إزاي اشتغلت الشغلانة دي. اشتغلت شغلانة لا كانت على البال ولا على الخاطر، وعمرها ما كانت تتخيل انها تتشهر كده. كبدة او اسلام حسن الشهير بلومة عندها 30 سنة، ورغم سنها الصغير الا انها بقت اشهر بائعات اللحوم في مصر. لومة اتشهرت انها كانت بتقدم فيديوهات تعليمية في البداية على السوشيال ميديا عن انواع اللحوم ونختارها ازاي ونقطعها كمان، وده خلى الناس منبهرة انها زي بنت وصغيرة وبتعرف تمسك الادوات بطريقة محترفة كده وتشفي اللحمة احسن من رجالة كتير. ومن هنا الكل بدأ يتكلم عنها ويتابعوها. لومة خريجة سياحة وفنادق وما كانتش تعرف انها توصل بشغفها وحب المهنة دي كده، ولكن الحكاية بدأت معاها انها وهي في الكلية بدأت تدور على شغل زي بنات كتير وما لقيتش غير انها تشتغل في كاشير لمحل بيع لحوم، وكانت بتروح غصب عنها ومش بتطيق ريحة اللحمة ولا بتحب تاكلها وكانت مضطرة تكمل. صاحب اللحمة لما لقاها كده بدأ يقنعها انها تلمس اللحمة وتقطعها، ورغم انها كانت مترددة ولكن جربت تعمل كده، واحدة واحدة اتعلمت وعرفت كل صغيرة وكبيرة في عالم اللحوم والطرق الصحيحة للتقطيع، وبقت زي ما تكون بائعة لحوم أبا عن جد. والغريب ان محدش في عائلتها شغال الشغلانة دي. ولما اتخرجت لومة قررت تكمل في الشغلانة واشتغلت في محل في الإسماعيلية، وكان حلمها ان يبقى عندها المحل الخاص بيها. لومة او خلينا نقول كبدة زي ما بيقولوا لها بدأت تتعرف اكتر وتتشهر، علشان كده بدأت تعمل فيديوهات على السوشيال ميديا وتشارك الجمهور يومياتها في المهنة. وبعد حوالي 5 سنين بقت بائعة لحوم محترفة ومشهورة، وقالوا انها اصغر بائعة لحوم في مصر، وهي فخورة باللقب ده، وبقت تلبس زي المعلمات العبايات الواسعة والذهب من ساسها لراسها وتتكلم زيهم. كبدة بتقول ان والدها وكل المقربين منها كانوا رافضين انها تشتغل الشغلانة الخشنة دي، وشايفين انها مناسبة للرجالة اكتر، وانهم تجنبوا معاملتها وبعدوا عنها، ده غير التعليقات السخيفة من الزباين اللي كانوا بيعملوها بشمئزاز. لكن الوضع اختلف تماما بعد شهرتها، وبقت كل المطاعم بتتهافت عليها وبتظهر في الاعلام. الغريب في ان زي ما بيقولوا باب النجار مخلع، ايوه رغم ان لومة بقت لحوم وطباخه محترفه الا انها مش بتحب تاكل اللحمه، وقالت ان الكل بيستغرب من اللي بياكلوا من ايديها انها مش بتحبها ازاي. لكن كبدة ما حصرتش نفسها في فيديوهات اللحمة بس، ولكن بدأت تشارك الجمهور تفاصيل يومها وتوريهم لبس جديد اشتريته، وتعمل اعلانات لبراندات كتير، وتسافر دبي وتصور وتعرض فيديوهات كتير، لحد ما بقى يتابعها على التيك توك اكتر من 1.5 مليون متابع، وشهرتها وصلت ايطاليا، وبقى السويسي يتكلم عنها ويعلق على فيديوهاتها ويقول لها يا أبلة كبدة. باللي عملته كبدة قدرت تثبت ان البنت تقدر تعمل اي حاجة وتشتغل اي شغلانة طالما حلال، ومفيش حاجة اسمها ان الشغلانة دي للرجالة فقط. انتم ايه رأيكم في اللي بتعمله كبدة والمحتوى اللي بتقدمه؟ شاركونا في التعليقات.